أسئلة التاريخ الجزء الثاني. السؤال الأول، ما هو المأزق الذي شهدته الحركة الوطنية سنة 1953؟ الجواب هو أزمة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، والتي أدت إلى انقسام أعضاء حزب الشعب إلى 3 أقسام: المصاليون طالبوا بالقيادة الفردية، والمركزيون طالبوا بالقيادة الجماعية، ثم ظهر اتجاه ثالث حاول التوفيق بينهما وهو المحايدون، لكنهم فشلوا فأسسوا اللجنة الثورية للوحدة والعمل. لكن هذه الأزمة ساهمت بشكل غير مباشر في التعجيل باندلاع الثورة. السؤال الثاني، فسر تركز الثورة بالأوراس عند انطلاقها. الجواب لجغرافية المنطقة وأيضا قربها من تونس وليبيا، بالإضافة إلى بعدها عن الصراعات السياسية وأيضا لحصانتها الطبيعية. السؤال الثالث، ما هي الصعوبات التي واجهت الثورة في عامها الأول؟ الجواب هناك الكثير من الصعوبات التي واجهت الثورة في عامها الأول، من بينها صعوبة إقناع الشعب والرأي الدولي العام بشرعية الثورة، بالإضافة إلى صعوبة تأمين السلاح والمال، وأيضا عدم وجود استراتيجية منظمة ومحكمة. السؤال الرابع، حدد انتصارين حققتهما الثورة في مرحلتها الأولى، أي مرحلة الاندلاع أو الانتشار أو الانطلاق من 1954 إلى 1956. الجواب يمكن أن ندرج هذه الانتصارات إلى انتصارات سياسية وانتصارات عسكرية. فأما الانتصارات السياسية فتتمثل في مشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر باندونغ كوفد ملاحظ وبداية التحضير لتدويل القضية الجزائرية. أما الانتصارات العسكرية فتمثلت في اندلاع الثورة التحريرية وكسر أسطورة فرنسا قوة لا تهزم، بالإضافة إلى انتصار عسكري آخر كان في 20 من أوت 1955، وهي هجومات الشمال القسنطيني. السؤال الخامس، كيف تجاوزت الثورة مشكلة التسليح ولماذا نجحت مقارنة بالمقاومة الشعبية؟ الجواب جلب السلاح من مصر وتونس ساعد الثورة في الاندلاع، بالإضافة إلى جمع الأسلحة التي غنمها الجزائريون من الجنود الفرنسيين. ونجحت الثورة لشموليتها ولتلاحم الشعب حولها، وأيضا لتجنيد الشعب بكل أطيافه، عكس المقاومات الشعبية التي كانت غير منظمة وكانت متفرقة ولم يكن هناك تنسيق بينها.